السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا في القناة. كنتمنى ألقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله وتكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بغيت نقدم معكم اقتراحات ديال الفطور والعشاء ديال رمضان. هنايا عندي طارتو بوم بلا كريم باتيسيير كتجي لذيذة بزاف. أنا درت لا كريم باتيسيير تراديسيونيل، ما كنبغيش ندير هذيك ديال الغبرة، كنخدمها كاملة بيدي، كتجي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير ديالها. هنايا عندي بانيني بحشوة الدجاج، حتى هو كيجي لذيذ بزاف. الخبز حتى هو درتو معاكم. وهنايا عندي في العشاء بسطيله ديال الحوت بحشوه لذيذه وبنينه بزاف، بواحد الشرموله اللي كتجي خطيره، اللي نقدروا نستعملوها حتى في الطواجن او في البريوات ديال الحوت، كتجي لذيذه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ديال كل وصفه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. نبداو بسم الله في الوصفات ديالنا. عندي هنايا اول حاجه غادي نحضرها هي لا طارت بوم، حيت هي اللي كتحتاج انني نخليها مده في الثلاجه، مده ما كتقلش على 5 او 6 ديال الساعات. غادي نبدا باول حاجه فيها هي لا كريم باتيسيير. كناخذ هنا السيترو ديال الحليب، وهنايا عندي 125 غرام ديال السكر سنيده، كنضيف كميه قليله نصف تقريبا وكنحتفظ بالباقي. هنا كنحركهم هكا وكنخلي داك الحليب حتى كيغلى. على ما داك الحليب اللي عندي غلى، كناخذ هنايا اصفار ديال 4 البيضات، كنزيد عليه الكميه المتبقيه ديال السكر سنيده. هنايا من بعد ما ضفت السنيده راني زدت 40 غرام ديال النشا. هنايا هاد لا كريم باتيسيير انا كنبغي ندير لا كريم باتيسيير اللي كتكون تقليديه، ما كتكونش ديك اللي كنديرها بلا بودغ اللي كتكون جاهزه، ما كتجيش زوينه. دابا هاد الاصفر ديال البيض مع المايزينا والسكر سنيده، انا قلت لكم السكر سنيده الكميه اللي كتبقى في المجموع كتكون 125 غرام. كندير النصف مع الحليب، والنصف كنديرو هنايا مع اصفر البيض، وكندير 40 غرام ديال النشا، كنبقى هكايا معاهم، كنضربهم بالفوي هكا حتى هاد الخليط هذا كيتفتح اللون ديالو وكيولي غادي الابيض. هنايا كيف كتشوفوا ها هو الخليط تفتح اللون ديالو غادي البيوضه هكايا. كنزيد ليه هنايا ليكستري ديال الفاني، كنزيد ليه تقريبا جوج معالق صغار، وكنرجع كنخلط بالفوي. هالخليط ديال البيض عندي دابا جاهز، كنحتفظ به جانبا على ما كيغلى ليا الحليب. هنايا من بعد ما الحليب غلى، كناخذ كميه قليله فقط، كنضيفها لهاد الخليط اللي عندي ديال البيض، وكنبقى كنحرك هكا. ضروري انني نبقى نحرك باش داك البيض ما كيطيبش ليا الحليب اللي كيكون غليان. كنزيد واحد شويه، هنايا من بعد ما خلطت هكا كنولي هاد الخليط كنخويه على داك الحليب اللي غليت. كنحرك هكا، كنرجع على البوطه وكنبقى مقابله بالتحراك حتى كنحس بان داك الخليط ديال الحليب مع البيض والمايزينا كنحس به بدا كيتقال، وضروري نتحرك باش ما كيلصقش ليا في التحت ديال الطنجره او الكاسرونه فاش غادي نطيب. هنايا كيف كتشوفوا هو الخليط بدا كيتقال، فاش بدا كيبدا كيتقال لينا هذيك الروه اللي كتكون الفوق راها كتحيد. دابا ما نحبسش كاع التحراك، كنبقى نحرك على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال لا كريم باتيسيير اللي كندير. انا كيف قلت لكم دائما كنفضل انني ندير التقليديه، ما كنبغيش هذيك اللي كتباع جاهزه غبرة. ملي كتبدا كترتق ليا بحال هكا كدير الفقاعات صافي كنعرفها راها وجدات وكنطفي عليها. لا كريم باتيسيير بعد ما طيبتها غادي نديرها في هاد الاناء هذا، حيت هنايا سخونه انا خصني تكون بارده. غادي نخويها هنا،
بعد ما درتها في هذا البلا كنغطيها بفيلم اليمونطير، كنغطيها اكونتاكت، يعني انني كنهبط هذا الفيلم اليمونطير عليها وما كنخليش كاع الهواء دخل ليها باش ما كديرش ليا هذيك القشره اللي كتكون الفوق. دابا كنخليها حتى كتدفى وكندخلها للثلاجه حتى كتبرد تماما عاد كنخدم بها. دابا غادي نحضر معكم لاباط بريزي. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ اللي كنقطعها طريفات صغار هكا، كنزيد عليها 50 غرام ديال السكر كلاصي. هاد الزبده والسكر كلاصي كنطربهم في العجانه حتى كيوليو ليا بوماد، ولكن كنطربهم بهاد الورقه هادي بهاد لافوي، ماشي بداك التراب اللي كيكون مكور وماشي بهداك الكروشي باش كنعجنو. هادي هي اللي كتجمع لينا الانواع ديال العجينات اللي ما خصناش ندلكوهم. هانتوما كيف كتشوفوا كيفاش رجعت، يعني هذاك السكر كلاصي راه دخل لينا تماما مع هذيك الزبده. هيا رجعت، هذا هو القوام ديالها كيف كتشوفوا هكا. دابا كنزيد ليها قبيصه صغيره ديال الملحه باش كتعادل لينا الذوق، وكنزيد ليها 250 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات اللي كنكون ربلته، راح كنزيدو تفعه واحده. هاد الدقيق اللي درت مع هاد الزبده دابا كنرملو بهاد الورقه هادي نفسها. الاشاره هاد الورقه كيف قلت لكم راه كنديروها في العجينات اللي ما كيصلح ليناش ندلكوهم، حيت كل ما دلكنا هاد لاباط هادي ولا لاباط ديال الكيش ولا لاباط ديال الصابلي، اي هاد لي بات هادو كل ما دلكناهم كل ما كيتجمعوا لينا وكيتكمشوا، كيخصنا نخدموهم. حتى اللي ما بغاش يخدمهم بهاد الورقه هادي بغا يخدمهم بيديهم، كيخدمهم غير برؤوس الاصابع فقط. هنايا من بعد ما العجين ترمل هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا كي كيجي داير هكا، لان داك الطحين تلبس مزيان بهذيك الزبده. كنزيد ليه عندي هنايا بيضه كامله بحراره المطبخ زائد 5 غرام ديال الماء، وكنرجع كنطرب عاوتاني باش نجمع العجينه ديالي. العجينه ها هي وجدات كيف كتشوفوا، هذا هو القوام ديالها كيفاش كتكون. دابا غادي نرش عليها الدقيق وغادي نخليها في واحد الطبق او شي زلافه ونغطيها مزيان بالسلوفان ونخليها ترتاح نص ساعه في الثلاجه ونرجع لكم. بعد ما العجينه ارتاحت في الثلاجه كنرش شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل وكنبدا كنسرح هكا بالدلاك. كناخذ مول ديال لي طاكت اللي كنكون دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق، كنشوف بان خصني العجينه نكون سرحتها تكون كبر منه شويه. كنجمع العجينه ديالي هكا وكنلبسها في المول. كنحاول انني كنقادها. من بعد ما كنقاد العجينه في المول كندوز الثلاجه هكا او نقدري بصبعي، حيت انا عندي هنايا المول الحواف ديالو حاده راه كيقطع العجينه. بالنسبه اللي كيكونوا عندنا هذوك المولات اللي كيكونوا الراس ديالهم مطوي نقدروا ندوزو بالدلاك. هنايا انا واخا غير بيدي راه كتقطع، اللي بقى من العجينه كنحتفظ به وكنرجع كنقادد المول. هنايا كناخذ فرشيطه وكنثقب هذه العجينه كامله. دابا كناخذ لا كريم باتيسيير اللي كنت معكم قبيله وكنخويها فوق هاد لاباط هادي اللي درت. لا كريم باتيسيير انا وزعتها فوق لاباط بريزي، كيبقى لي هاد شويه هذا مع هاد شويه ديال العجينه نولي ندير به طارتو بوم صغيره. دابا غادي ندوز نقطع التفاح ونرجع لكم. لا طارت من بعد ما وزعت فوق هاد التفاح كنرش فوقها شويه ديال القرفه. المذاق ديال القرفه كيجي لذيذ بزاف مع التفاح، كيعطي واحد المذاق رائع ومميز. كنرش ايضا شويه ديال سنيده كنديرها باش كيتحمر التفاح كيجي فيه واحد اللون ذهبي زوين. دابا غادي ندخلها الفرن ساخن على درجه حراره 180 مده 45 حتى 50 دقيقه ونرجع لكم ان شاء الله.
لا طاقت بوم انا خرجتها من الفرن، فاش كتكون سخونه يلا خرجتها كندهنها بالقليل من المربى ديال المشمش اللي كيكون جاري خاص بالحلويات، نقدر انني نسخنه ولا كنكتفي بالسخونيه ديال لاطاقت حيت كتكون يلا خارجه من الفران. انا ندهنها كامله ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. هنايا هنا دهنتها كامله بالمربى ديال المشمش، دابا غادي ندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد تماما عاد نديمو ليها معكم ونقدموها التقديم النهائي ان شاء الله. لاطاقتكم خليتها بردات تماما ودرتها في الصحن ديال التقديم، دابا كنزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي اللي كنكون حمرته شويه في المقله. هذا هو الشكل والتقديم النهائي ديال لاطاقتكم، كتجي على هذا الشكل. هذا بسم الله. غادي نبدا معكم اول وصفه اللي هي بسطيله ديال الحوت. غادي نبدا بلا مارينات هي الاولى. كنحتاج هنايا عندي زلافه صغيره نتوما كيف كتشوفوا، الحجم صغير ديال المعدنوس، ونفس القياس حتى هو ديال القزبر. القزبر والمعدنوس كنديرهم بكميات متساويه. كنزيد هنايا عندي حامضه صغيره مصيره كنقطعها رقيقه هكا. هنايا عندي 8 دريسات ديال الثومه محكوكين، عندي عصير ديال حامضه، عندي هنايا ملعقه ونصف كبيره مملوءه من العطريه ديال السمك، عندي ملعقة كبيرة مملوءة جيدا ديال العطرية ديال بسطيلة السمك. نعلي الإشارة فقط، كندير العطرية ديال السمك بوحديتها والعطرية ديال بسطيلة السمك تيارها بوحديتها، راهم مختلفين. كنزيد معلقة كبيرة عامرة مزيان ديال المطاط، 4 ديال المعالق كبار عامرين ديال صلصة الصوجة، جوج ديال المعالق كبار عامرين ديال صلصة المحار، معلقة كبيرة عامرة ديال الفلفل الأحمر أو التحميرة، معلقة صغيرة عامرة ديال القزبر مطحون، نص معلقه صغيره ديال الكمون. الكمون ما كنكثرش منه لانه فاش كيطيب كيمرر لينا الضوء، كنبغي ندير كميه قليله منه فقط. الا لاحظتوا هنايا راني ما درتش الملحه نهائيا لان عندي الحامض مصير مالح، صلصة الصوجة حتى هي مالحه، المطار حتى هو مالح. انا ما غاديش نديرها نهائيا حتى توجد الشرموله ديالي وغادي نذوقها. لقيتها هي هذيك ما غاديش نزيد، لقيت خاصها الملحه راني غادي نزيدها واحد شويه. هنايا غادي نزيد القليل من الهريسه، كتبقى اختياريه على حسب الذوق ديال كل واحد. غادي نخلط هاد المكونات اللي درت كاملين وغادي نشحرهم فوق النار، النار اللي كتكون متوسطه. هنايا بعد ما شعلت عليهم كنضيف القياس ديال 5 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. الشرموله اولا مارينات كنبقى مقابلها بالتحراك باش ما كتحرقش لينا، وكنخليها حتى كتشحر مزيان وكتنشف من الماء ديالها. خصني تكون ما فيها حتى نقطه ديال الماء باش حتى لا بغيت نحتفظ بها كنقدر نحتفظ بها حتى 15 يوم في الثلاجه ما كيوقع ليها حتى حاجه. كل ما كان ما فيهاش الماء كل ما مده الاحتفاظ ديالها كتكون اطول. دابا الشرموله ديالي ها هي وجدات، غادي نطفي عليها وندوز معكم لمرحله اخرى ان شاء الله. كناخذ مقله كندير فيها كيلو ونص ديال الكالامار اللي كنعبرها وهي منقيه مستقطره مزيان من الماء، كنديرها في الكوكوط، كندير عليها نص حامضه شويه ديال وراق سيدنا موسى وشويه ديال الملحه، وكنسد عليها الكوكوط وكنخليها حتى كتصفر، كنحسب ليها ربع ساعه وكنطفي عليها. وهذا هو السر باش الكالامار كيجي نفسي، اننا كنطيبوه في الكوكوط. كناخذ هذا الكالامار هذا كنزيد عليه تقريبا جوج معالق كبار ديال هاد الماريناد اللي طيبت معكم، وكنشعل عليه البوطه وكنشحرو مع هاد الماريناد هادي مزيان.
هنايا انا شحرت شويه داك الكالامار مع الشرموله اللي درت ليه. دابا غادي نضيف عليه وغادي نخليه جانبا. في نفس المقله كناخذ هنايا عندي 800 غرام ديال الكروفيت اللي عبره هو منقي ومغسول، يعني عندي 800 غرام صافيه. كنزيد عليها حتى هي جوج معالق كبار ديال ديك الشرموله اللي حضرت معاكم، وكنخلطها مع الشرموله وكنديرها كتشحر. الكروفيت كنديرو كيتشحر على نار اللي كتكون شويه مجهده، حيت الكروفيت كيتحق لينا الماء وحنا ما خصناش يكون فيه الماء بزاف، خصنا بالعكس يكون ناشف. هاد الكميه اللي كندير معكم راها البسطيله اللي تكفي لسته ديال الاشخاص. هنايا الكروفيت ها هو طيبته، انا خدالي في الطياب 5 ديال الدقائق. دابا غادي نديرو يقطر مزيان من داك الماء اللي كيكون فيه، هو واخا كيبان لينا هنا ناشف ولكن راه كيكون فيه الماء، خصني يكون ناشف تماما. في نفس المقله دائما هنايا درت داك الماء وداك شويه ديال الشرموله اللي قطر ليا على الكروفيت. هنايا هذه زلافه فين قطرت الكروفيت خويت فيها الشعريه الصينيه، وكنخويها هنايا على هاد الماء اللي قطر من الكروفيت. هنايا عندي الشعريه الصينيه ديال الارز. بالنسبه للقياس ديال البسطيله ديال 36 كناخذ فيها جوج مربعات، كنزيد عليهم معلقه ديال الشرموله او لا مارينات اللي درت معاكم، وكنشعل البوطا باش ديك الشعريه الصينيه كتشحر وما كيبقاش فيها الماء تماما باش ما كتعجنش ليا في البسطيله. هنايا الشعريه ديالي ها هي تشحرات في هذيك الشرموله، كنحيدها وكنخليها كتبرد جانبا. بالنسبه للسمك الابيض اللي غادي ندير في هاد البسطيله، هنايا خديت حبه ديال الميرلون كبيره فيها تقريبا كيلو و200 غرام من بعد فاش تنقات، قسمتها على هذا الشكل هذا. كنديرها في الفران وكنرش عليها شويه الملح فقط، وكنديرها حتى كطيب لمده ما كتفوتش 10 ديال الدقائق. دابا هاد الحوت هذا غادي نفرتو معكم هكا، وغادي نرد البال الا كان فيه شي شوك ولا شي حاجه. المكونات ديال البسطيله اللي حضرت معاكم هما هادو. عندي هنايا الشعريه الصينيه اللي شحرت معاكم، الكروفيت، هنايا عندي كالامار، وهنايا الحوت اللي فرتتو. بالنسبه للبسطيله ديالي غادي ما غاديش ندير فيها الشامبينيون حيت انا عندي الدراري ما كيبغيوهش، ولكن كاضافه الى درنا شامبينيون واغ كيجي لذيذ بزاف، او شامبينيون فري ولا ما توفروش كنقدروا نديرو شامبينيون معلب. كنديروه في مقله، كنزيدو عليه شويه ديال ديك الشرموله اللي طيبنا، كنحركوه في المقله حتى كيتشحر مزيان كينشف من الماء، وكنزيدوه على المكونات اللي عندنا وكنعمرو به. ندوزو نعمرو البسطيله ديالنا. كناخذ هنا كميه ديال الكالامار كنخليها من الفوق للتزيين، هي الكميه اللي خديت. هاي دابا كنخلط هاد الشعريه مع داك الكروفيت والكالامار والسمك الابيض اللي طيبت، كنخلط المقادير كاملين. من بعد ما خلطتهم دابا غادي نعمر البسطيله ديالي. كناخذ هنايا لاطا اللي كتدخل الفران اللي القياس ديالها 36 سنتيمتر. لاطا كندهنها مزيان بالزيت، كنفرش فيها ورقه ديال البسطيله. الجهه الملسه هي اللي كندير من التحت، والجهه الحرشه دائما هي اللي كتكون من الداخل. كندهنها بالقليل من الزيت، ما كنكثرش فيها. انا البسطيله ما كنديرش فيها الزبده نهائيا، كندهنها كنخدمها دائما غير بالزيت. كناخذ ورقه اخرى كنحطها على هذا الشكل هذا، كندهنها حتى هي بالزيت. هنايا انا زدت ورقه اخرى وحتى هي كندهنها بالزيت. دابا كنبدا كنعمر البسطيله ديالي. هنايا كنبدا كنبرك عليها كيف الجناب باش ما كيكونوش خاويين.
كناخذ هذيك الكميه اللي احتفظت بها ديال الكروفات والحوت الابيض والكالامار، كنرشها هكايا من الفوق، هنايا كنزيد الفرماج احمر محكوك. دابا كنبدا كنجمع البسطيله من اول ورقه درت، هنايا نخدم يدي كندهنها بالزيت، كنرجع فوقها الثانيه، كناخذ ورقه وكنبدا كنلمطها هكا، كناخذ ورقه اخرى وكنشد هذه البسطيله ديالي وكنلمطها هكا، كنهزها هكا مزيان وكنحشي من تحتها هذيك الورقه. كنعاود الجهه الاخرى نصاوبها على هذا الشكل، هذا كنجيب ورقه اللي كنديرها هي اخر وحده باش كنجمع بها كي كيف كتشوف، كندهن سطح العمل ديالي بالزيت، كنحط فوقه ورقه ديال البسطيله وكنبدا كنجمعها هكايا على هذا الشكل، هذا كنجيبها كنحطها هنا هكا، البسطيلة ديالي دابا هي واجدة، كنثقبها مزيان باش ما كترتقش في الفران، وكندخلها للفرن اللي كيكون ساخن، فاش كندخلها راني كنقص ليها على البوطة او على العافية ديال الفران، كنقص ليها درجة الحرارة باش كطيب على خاطرها، وحتى الوراق داك الوراق اللي كيكونوا داخل الورقة اللي لداخل كطيب مزيان ما كتبقاش لينا معجنة. دابا غادي نحضر معاكم الخبز ديال البانيني، عندي هنا 650 غرام ديال الدقيق مغربل، كنزيد عليها معلقه كبيره ونص ديال السكر سنيده، كنزيد عليها معلقه صغيره مع مراش ديال الملحه، هنايا كنخلط الدقيق مع الملحه والسكر وكندير حفره صغيره في الوسط هكا، وكنزيد فيها هنايا عندي جوج معالق كبار ديال الخميره، زدت عليهم شويه ديال الماء دافي، خليتهم مده ديال 10 ديال الدقائق باش ديك الخميره كتفاعل، كنزيد نص كاس ديال الزيت نباتيه. دابا هاد العجينه هادي كنبدا كنجمعها بالحليب دافي، انا زدت الكاس الاول وغادي نعجن، هي في العاده كتهز ليا ما بين كاس ونص حتى لجوج كيسان على حساب النوعيه ديال الدقيق، انا زدت دابا كاس وغادي نعجنها وغادي نشوف القوام ديالها معكم ونشوف واش نزيد ولا لا، يعني نتوما كيف كتشوفوا العجينه راها ما تجمعاتش، كنزيد تقريبا ربع كاس وكنرجع كنخلط. هنايا العجينه ها هي تجمعات كيف كتشوفوا، انا راني ضفت الكميه اللي عندي ديال الحليب كامله، يعني جوج كيسان ديال العنبه مدافي عامرين، هذه هو القوام ديال العجينه اللي خاص تكون عندي. كنرش الدقيق على سطح العمل كندوز في هذه العجينه هذه باش كنجمعها، كنرجعها للاناء فاش خدمتها، كنغطيها بالسلوفان وكنخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها ونرجع لكم ان شاء الله. العجينه من بعد ما تضاعف الحجم كنحطها فوق سطح العمل اللي كنكون رشه بالدقيق،
كنحاول انني كنديها ونجيبها باش كنفرغ منها داك الهواء. العجينه بعد ما فرغت منها الهواء كندوزها مزيان في الدقيق باش ما كتبقاش تلصق، وكنبقى كنقسمها لكريات صغيره الاجزاء على حساب الكميه ديال الاعداد ديال البانيني اللي بغينا والاحجام اللي بغينا حتى هي. هنايا من بعد ما شكلتهم كويرات كناخذ كره، كنرجع دائما منين بديت كنسرحها هكايا وكنجمعها على الشكل ديال ميني باغيت. كنخليها هكا ونكمل الكرات كاملين بالترتيب من اول فاش بديت حتى التالي ونرجع لكم. هنايا انا ساليت التشكيل ديال البانيني الكميه اللي عندي كامله، وخديت اول وحده خدمتها معكم كنبسطها هكا. هنايا كنشكلها باش كنختار الحجم ديالها. هنايا نقدروا نديروهم هكا كيجيونا شويه غلاضين وصغيورين في الحجم ديالهم، او نقدروا نديروها هكا كيجيونا رقيقين والحجم ديالهم شويه كيكونوا كبار، على حساب الاختيار ديال كل واحد. كاين اللي كيبغي تكون فيهم البابا لداخل، كاين اللي كيبغيهم يكونوا شويه خاويين. هنايا انا استفتهم في اللاطه فاش غادي ندخلهم للفران. دابا غادي نغطيهم بمنديل اللي كيكون نقي وغادي نخليهم يختمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. خبز البانيني ها هو خمر. دابا كندهنوا بشويه ديال الحليب. دابا كندخلهم الفرن ساخن على درجه حراره 180 على ما يطيبوا ونرجع لكم ان شاء الله. الحشوه اللي غادي ندير في البانيني، عندي هنايا 500 غرام ديال صدر الدجاج مقطع، كنزيد عليه القياس ديال معلقه كبيره عامره ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه صغيره ديال الملحه، القليل من الابزار، زيت الزيتون. كنخلط كلشي وكنشعل عليها العافيه وكنخليها كطيب على العافيه اللي كتكون شويه مجهده. الحشوه ديال الدجاج اللي طيبت معكم ها هي وجدات. دابا ندوز نحضر معكم الكماله ديال الحشوه ونعمرهم ان شاء الله. الحشوه باش غادي نعمر لي بانيني هي هادي، هذا هو داك الدجاج اللي طيبت معكم. هنايا عندي مطيشه كنحيد لها القشره وكنحيد لها ديك الزريعه والماء ديالها وكنقطعها طريفات صغار. عندي كورنيشون توا مقطع طريفات، وعندي الخس. هنايا هاد الصلصه البيضاء كنديرها بالحبق، كندير فيها كاس ديال الياغورت طبيعي مع تقريبا 4 كاس ديال زيت الزيتون مع شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال الخل وشويه ديال الحبق، وكنخلط كلشي بالميكسر حتى كتعطيني هذا القوام هذا كيف كتشوفوا. لي بانيني اللي حضرت معكم هما هادو كيف كتشوفوا، هكا كيجيو راه ما كيطيبوش بزاف، ما كنخليهمش حتى كيتحمروا حيت مازال كيكملوا الطياب في الات البانيني. كنقسم هذا انا غادي نعمر معكم اول واحد، وكيف كتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كندير الصلصه، كندير قطع الدجاج، كندير شويه ديال الخس. هي الحشوه كتبقى دائما اختياريه. كندير مطيشه وطريفات ديال الكورنيشون، كندير شويه ديال الفرماج محكوك. هذه هي الحشوه اللي كندير في البانيني ديالي. انا عمرت معكم واحده، غادي نعمر الاخرين ونرجع لكم ان شاء الله بعد ما نبريسيهم في اله البانيني. باش نزين البسطيله خديت هنايا نص كيلو ديال الكروفيت غريس، درت ليها شويه ديال الزبده، كنزيد عليها شويه ديال الملحه، كندير ليها القليل فقط من هذيك الشرموله اللي خدمت معكم باش شربلت الحوت والكروفيت البسطيله.
كنبقى كنقلبهم هكا في المقله غير بشويه باش هذاك الكروفيت ما كيطرش ليه الراس ديالو. هو اصلا راه دغيا كيطيب. البسطيله اللي حضرت معكم ها هي وجدات. هنايا كناخذ البلافه اش غادي نحطها، كنفرش ليه شويه ديال الخس. كايا وغادي نحط فيه البسطيله، كنزينها هنايا في الوسط بالفرماج. هنايا عندي الكروفيت اللي حضرت معكم، كنجي هنايا كنديرو على هذا الشكل. هذا دائما كنديرهم في نفس الاتجاه. الحبات اللي كيشيطوا لي كنحطهم هنا. هنايا في هذوك الفراغات اللي عندي ما بين الورقه ديال البسطيله اللي درت بها التزيين، كناخذ انصاف ديال الحامض اللي كنكون زينتهم بالبافون. التقديم النهائي ديال البسطيله ديالي هو هذا، كتجي على هذا الشكل. هذا بالنسبه لي بانيني، الشكل ديالهم النهائي هو هذا كيف كتشوفوا، كيجيو على هذا الشكل. هذا غادي نحطهم في الطبق ديال التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. التقديم النهائي ديال الوصفات اللي درت معكم اليوم هو هذا كيف كتشوفوا. كنتمنى يكونوا عجبوكم ولقاو استحسان ديالكم، وتنقول لكم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات جديده.